نعيش اليوم مع سيرة خير المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن عبد الله، جده عبد المطلب بن هاشم، ويعود نسبه الشريف إلى النبي إسماعيل عليه السلام، وأمه آمنة بنت وهب. ولد صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم في عام الفيل يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. توفي والده وهو في بطن أمه، وأول من أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب. ومن ثم عاش في البادية عند بني سعد، وكانت مرضعته حليمة التي رأت في النبي صلى الله عليه وسلم الخير والبركة، وبقي عندها 4 سنوات. وكان من عادة العرب أن يرسلوا أبناءهم إلى البادية ليشتد عودهم ويتعلموا لغة العرب، وذاق اليتم مرة أخرى، فقد ماتت أمه وعمره 6 سنوات. فتعهده جده عبد المطلب، وكان يعامله أحسن من بنيه، ثم عهد به قبل وفاته إلى عمه أبي طالب. وعمل صلى الله عليه وسلم برعي الغنم ثم بالتجارة، وذات مرة سافر مع عمه أبي طالب في تجارة، وكان في 12 من عمره، ولما وصلوا بصر الشام رآهم راهب يدعى بحيرا، فقال لعمه أبي طالب: هذا سيد المرسلين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. ولما كبر تاجر في مال السيدة خديجة رضي الله عنها، وقد أعجبت بأمانته وصدقه، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة وسنه 25 سنة. حينما كان الشبان يضيعون أوقاتهم في اللهو الحرام، كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء في جبل النور للتفكر والتعبد. ولما بلغ 40 سنة جاءه جبريل عليه السلام، وأول ما نزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ولقد مرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعدة مراحل. المرحلة الأولى: الدعوة إلى الله سرا، فقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على أقرب الناس إليه من أهل بيته وأصدقائه، فكان أول من أسلم زوجته خديجة بنت خويلد، ومولاه زيد بن حارثة، وابن عمه علي بن أبي طالب، وصديقه أبو بكر الصديق. ولما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه وصعد على جبل الصفا، ثم جعل ينادي، فاجتمع الناس إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ولكن قوبل النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بالاضطهاد من قبل زعماء الكفار والمشركين كأبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف وغيرهم. اشتد أذى قريش للمسلمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة الأولى إلى الحبشة، لما علم أن أصحمة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل، فأرسلت قريش في أثرهم بعض الرجال ومعهم الهدايا للملك وأساقفته، ولكنه رفض الهدايا ولم يسلمهم من هاجر إليه من المسلمين. وبعد ذلك أراد المشركون الانتقام من المسلمين والثأر لكرامتهم، فقاموا بحصارهم والتحالف على بني هاشم وبني عبد المطلب، وعلق ميثاق الظلم الذي كتب على صحيفة في جوف الكعبة، وقد تضمن مقاطعتهم في جميع نواحي الحياة، وحبسوا في شعب أبي طالب 3 أعوام قضوها في جوع وهم وكرب وضنك،
وفي العام العاشر من البعثة النبوية الشريفة توفي أبو طالب، وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين، وكان عاما صعبا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي السنة العاشرة من البعثة خرج النبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة للدعوة، وتوجه نحو الطائف، ولكنه لقي من أهلها ما لقيه من قريش، وأصابه الهم والحزن من إعراضهم وأذاهم له، لكن ذلك لم يثنه عن الاستمرار بالدعوة، فقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم ستة من أهل يثرب قادمين إلى مكة، فعرض عليهم الإسلام فأسلموا، وحملوا الإسلام إلى يثرب فأسلم كثير من أهلها. وفي العام الذي يليه، أي في السنة الثانية عشرة للبعثة الشريفة، قدم بعض من أسلم من أهل يثرب ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الإسلام، وسميت هذه البيعة ببيعة العقبة الأولى. ثم أرسل إليهم مصعب بن عمير لكي يعلمهم الإسلام. وفي العام الذي يلي البيعة الأولى، قدم عدد أكبر إلى مكة في موسم الحج، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت ببيعة العقبة الثانية. وقد هاجر الكثير من المسلمين من مكة قاصدين يثرب بعد أن أسلم أهلها، وبعد أن أذن الله للنبي بالخروج من مكة هاجر برفقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان قد اختبأ هو وصاحبه في غار ثور، ووصل إلى يثرب أخيرا، وقد خرج أهلها لاستقباله وشرفت بهجرته إليها، وأصبح اسمها المدينة المنورة. وأول خطوة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم هي بناء المسجد النبوي، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين المؤمنين من أهل المدينة، وأزال ما بينهم من أحقاد وضغائن الجاهلية. وبعد ذلك أذن الله تعالى للمسلمين بقتال الكفار، فكانت غزوة بدر، حيث انتصر المسلمون على كفار قريش في السنة الثانية للهجرة، وتوالت الغزوات حتى تم عقد صلح الحديبية بين المسلمين وكفار قريش في السنة السادسة للهجرة. وفي السنة الثامنة للهجرة عاد المسلمون إلى مكة فاتحين، وهدمت الأصنام، وعلت كلمة التوحيد، وانتشر الإسلام في ربوع مكة، وتوالت الغزوات على القبائل التي لم تعلن إسلامها حتى دان جميع العرب بالإسلام، وعلموا أن لا طاقة لهم في مجابهة الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وفي العام التاسع للهجرة توافدت وفود العرب لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وعرف ذلك العام بعام الوفود. وفي العام العاشر للهجرة قام النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مع أصحابه، وسميت هذه الحجة بحجة الوداع لأنه لم يحج بعدها. وفي العام الحادي عشر من الهجرة ألم مرض شديد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي عليه الصلاة والسلام بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة.